دبي كمدينة دولية مشابهة لنيويورك ولندن، الزبون يجي من كل محل، سواء كان من أوروبا أو من آسيا، فطبيعة الزبون هي لازالت نفس الخلطة يعني. أما من ناحية طبيعة الشراء فالأغلبية هم مستخدمين، صارت تختلف عن النسب السابقة اللي هي فيها مستثمرين كثيرين ومستخدمين أقل. أستاذ محمد، ما هي نسبة المبيعات الناتجة عن مشاريع قيد الإنشاء بالمقارنة مع مبيعات من مشاريع قديمة بالإنفنتوريز تبعكم في هذا الربع؟ طبعا اذا تكلمنا على الانفنتوري لازم نحدد، ان اذا تكلمنا على الانفنتوري حنتكلم على مباني في بدايه الانشاء، هذا اللي حنسميها انفنتوري. فاذا نظرتي للمباني اللي في بدايه الانشاء هي عباره 50% والمشاريع الجديده 50%. وبكم ارتفعت اسعار العقارات بالمتوسط هذا العام؟ طبعا يختلف من منطقه لمنطقه، ويختلف من منتج لمنتج، ولكن أنا أقول من 20 إلى 25% في هناك ارتفاع في العقار في مدينة دبي. بمشاريعكم أنا عم بتحدث. نعم، أنا أتكلم على مشاريعنا، ولكن أعتقد بصفة عامة في ارتفاع كذلك في الأسعار في المدينة. رغم هذا النمو بالمبيعات، إذا بنطلع على هوامش الربحية سيد محمد، هوامش الربحية لديكم عم بحكي عن نت إنكم تقف عند حدود 13% مقارنة مع مستويات كانت قبل الجائحة عند حدود 25%. لماذا وإلى أي مدى يعني ارتفاع بأسعار المواد مواد البناء عم بيأثر على الربحية لديكم؟ أولا طبعا كل ما في تأثير على النت مارجن فنحن لازم نجتهد ونشتغل أكثر، لكن هي أسباب مهمة. أولا طبعا خلال أول السنة في تأثير على دخلنا من المراكز التجارية، اللي هو النت مارجن فيه عالي، فأول السنة كان لازال الوضع ضعيف أول 6 شهور على الأقل، هذا واحد. الشيء الثاني كذلك شغل الفنادق عندنا، فنادق كثيرة، فالتأثير في عمل الفنادق له تأثير على المارجن عندنا. والنقطة الثالثة كذلك أنه سابقاً يمكن كنا نبيع مشاريع نملكها إحنا 100%، الآن إحنا نبيع مشاريع عندنا شركاء فيها أكثر، نبيع أكثر مشاريع عندنا شركاء فيها بنسبة 50%. السؤال ربما المهم في ظل هذا الزخم يلي رأيناه بالسوق العقاري في أول 9 أشهر، كيف سوف تبدو الصورة في العام المقبل؟ هل أنت متفائل باستمرارية هذا الزخم؟ اولا لارا، لازم نحن ما ننسى ونشكر رب العالمين على هذا الزخم، لان هذا كله عن نعمه من رب العالمين، وحقيقه السياسه حكيمه لحكومه دوله الامارات في تسيير الاقتصاد والتعامل مع الكوفيد، والسياسات الاقتصاديه بصفه عامه يعني حكيمه صراحه. ولكن نحن متفائلين في السنوات القادمه، سواء كان الاقتصاد الدولي بصفة عامة، النشاط الاقتصادي بعد الكورونا، والسياسات الاقتصادية المشجعة في دولة الإمارات. وبالتالي أنت بتتوقع أنه هالأسعار يلي الارتفاع بالأسعار سوف يستمر بنفس الزخم في العام 2022، أم ممكن نشوف بعض التباطؤ؟ أنا ما أعتقد بأن احنا بيكون عندنا ارتفاع في الأسعار كل سنة 25%، علما بأنه يعني سعر مدينة دبي بالقدم المربع وبالمتر المربع مقارنة بالدول أو المدن المهمة لا زال هو متدني ولا زال هو قليل جدا، ولا بد من التحسن، ولكن أنا أعتقد أن احنا في توجه عقلاني إيجابي. أستاذ محمد، بعد أيام تندمج أعمار مولز مع أعمار، وكان في بعض الانتقادات انه انتم ما وزعتوا توزيعات نقديه لحمله اسهم اعمار مولز، هل ممكن انه تعوضوا لهم برفع توزيعاتهم من خلال اسهم اعمار؟ يعني هل ممكن ان نرى رفع بالتوزيعات النقديه لاعمار بعد هذه النتائج الاستثنائيه؟ أعتقد إذا نحن نظرنا لموضوع بصفة عامة مثل هذا، ما نقدر نقول نحن والله بنعمل تعديل في التوزيعات السنة هذه. أنا أعتقد نحن لازم يكون عندنا نظرة أن نحن طبعا بكل أمانة أن نحن عندنا نظرة بأن نحن نحسن من القيمة هذه على السنوات القادمة بتحويل السهم إلى أعمار العقارية، وأنا متأكد إن شاء الله من النتائج اللي الناس تشوفها ومن النتائج اللي جاية خلال الأشهر القادمة
الناس تتأكد بأن نحن في توجه أحسن من ناحية العمل، من ناحية الربحية، وإن شاء الله اللي يقدرنا حتى من ناحية التوزيع. يعني ممكن نشوف رفع للتوزيعات هذا العام بالمقارنة مع 10 فلوس وزعتها في العام الماضي؟ ما أقدر أوعد. نحن بنرجع لمجلس إدارتنا وبنرجع للأخوان في الشؤون المالية والمساهمين كذلك، ولكن يعني تأكد أن احنا عندنا هدفنا نحن نحافظ على القيمة للمساهمين، نحافظ على التوزيعات، ونحافظ على المؤسسة على المدى الطويل. وأعتقد إعمار على 25 سنة، خلال 25 سنة أثبتت بأن هي حكيمة في كل عملها. يمكن بعض الناس تقول والله إحنا متحفظين كثير، ولكن السوق العقاري الكل يعرف أن السوق عقاري فيه ليل ونهار، فيه شتاء وصيف، ولازم يكون الإنسان الله يقدر يكون عندنا الحكمة أن إحنا كل قرار نأخذه فيه توزيع وفيه ربحية، ولكن فيه عقلانية كذلك. أستاذ محمد، دعنا نتوقف عند خطة نمشي. كان في أخبار أنه الشركة لديها النية لبيعها وربما عبر سباك، هل هذه الأخبار صحيحة؟ الأخبار صحيحة ولكن مش عبر سباك. نحن نتحدث مع مستثمرين للدخول معنا في نمشي، مش عبر طرح عام، مش عبر الاي بي او، في ظل الخطط الحكومية لطرح عدد من الشركات وتشجيع الشركات على الطرح. لا، لأن شوف الشركات الناشئة في مجال الإي كوميرس قبل الفلوس تحتاج النوهاو، وهذا شيء مهم، أهم من الفلوس. يعني إعمار الحمد لله فيها فلوس، ولكن نحن نبحث عن النوهاو، فلذلك هو الهدف أن نحن نحسن معامل المؤسسة بمشاركة قوية مع شركات متخصصة في هذا المجال. وما هي النسبة اللي تنوون بيعها؟ والله لا زال الحديث موجود، ولكن يمكن 50 أو تتعدى 50. ولا مستثمر أجنبي أم محلي؟ والله هناك حديث مع مستثمرين أجانب ومحليين. وسيد محمد، هل هي شركة رابحة الآن نمشي؟ الشركات الإي كوميرس بصفة عامة تعرفين، يعني أمازون قضت تقريبا 18 سنة أو 20 سنة قبل الربح، ونفس الشيء علي بابا. فطبعاً شركات التكنولوجيا أو الإي كوميرس تأخذ لها من 7 إلى 13 سنة حتى ربحية.